احصاءات المرارة من الامراض المنتشرة في منطقتنا العربية وخصوصا عرفت في الخليج، والناس الاكثر عرضة هم الاشخاص اللي يعانون نعرف من الانيميا المنجلية او ما يعرف عند العامة عرف بالسيكلز، لان تكسير الدم يؤدي لترسب الهيموجلوبين داخل المرارة. فهذه الشريحة عرف من الناس بتكون معرضة اكثر خطر الإصابة بحصوات الملونة داخل المرارة. علاج المرارة لازم نضع في المفهوم أنها تختلف كلياً عن حصوات عرف الكلى. فحصوات الكلى مع التفتيت والإذابة عرفت بتطلع للمحيط الخارجي وبيتخلص بها الجسم. بالنسبة للمرارة لا، كلما كانت الحصوة أدق كلما كان نسبة حدوث مضاعفات أكثر، من سواء التهاب المرارة أو خروجها من داخل نطاق المرارة إلى القنوات الكبدية أو قناة البنكرياس وبتعمل مضاعفات خطيرة. فكل المرضى اللي يعانون من حصوات بالمرارة يكون يعني مؤلمة وليها عرفت ألام، يجب استئصال المرارة عرفت بالحصوات اللي فيها، والعملية بتكون يعني عملية روتينية عن طريق المنظار الجراحي. غالبا المريض بيقضي ليلة في المستشفى وثاني يوم بيطلع، وغالبا خلال من 5 إلى 7 أيام عرف بيكون شفاء كامل والرجوع إلى سابق عادي عرفت وعملي.